هذه الصافرة التي تأتي لداخل الجلال. بدأت المباراة طبعا ركلة زاوية لبروني سيزار. بروني سيزار يلعب الكرة الرأسية، الله على اللمسة الماضية، لكن الشطناوي الذي ممسك بالكرة باللقطة الماضية وأنقذ المرمى الأردني بكل تأكيد. هنا كرات متبادلة في خط، إذن استمرارية اللقاء ومرور ممتاز لبصاص، عمل بصاص مرر الآن للأمام إلى سيزار، تقدم سيزار، حاول سيزار، أوه ركلة جزاء الآن تأتي لمصلحة سيزار، ركلة جزاء لمصلحة سيزار. شوف المراوغ البرازيلي الذي ضحك في الأخير على المدافع الفيصلاوي، وركلة جزاء تحضر الآن لمصلحة المدافع أو المهاجم البرازيلي في الفريق الأهلاوي، لاعب الوسط وصانع العابة. شوف اللاعب الشاب مصطفى بصاص مر الكرة، التقدم الآن، سيزار راوغ وخطأت الآن تقليع عن تقليعة جديدة، وينيولوك حظر بالبرازيلي، ولكن هل يسجل هدفا اولا؟ يتقدم سيموس، جول هدف اخضر ياتي الان لمصلحة الفريق الاهلاوي، هدف بطريقة هادئة جدا لمصلحة البرازيلي فيكتور سيموس. الفريق الفيصلاوي كما يسمى بالزعيم هنالك في الاردن، الفريق القادم من عمان. هذه كرة الآن تأتي محاولة من جديد الآن تعود لمصلحة الفريق الفيصلاوي، هذه كرة وتمريرة ممتازة الآن خطيرة، محاولة يعود ويراوغ، أعاد بالكرة من جديد الآن، محاولة بدأ الضغط الفيصلاوي الآن. هنا التقدم يأتي الآن، اللعبة عالية بالراس، لكن برافو التخليص من كامل الموسى، تعود من تيسير، تيسير إلى موسورو، موسورو يراوغ الآن بطريقة هذه كرة الآن تمريرة، استقبال التحضير ممتاز بامتياز الآن، اللمسة للأمام، فيكتور سيموس يتقدم، الله الله عليك يا فيكتور، ممتاز اللقطة الماضية، وكاد أن يأتي هدف ثاني، كاد أن يأتي هدف ثاني على الشطراوي. شوف الإعادة، اللعبة الآن تأتي ركلة الزاوية وكرة عالية، برافو الشطناوي خلص اللقطة الماضية، موسورو يعيد بالكرة من جديد إلى بصاص، بصاص بطريقة خاطئة جدا إلى منصور الحربي، منصور وسط ضغط فيصلاوي الآن، هنا تعود الكرة المعيوف، أوه على اللقطة الماضية كاد أن يخطئ فيها اللاعب ويعود، هنا من جديد منصور، هنالك بعض الدربكة الأهلاوية، هنالك ضغط فيصلاوي كبير، فيتور بيريرا لا يرضيه ما يحدث، وهنا لكن حتى الآن نقول أنها مباراة ودية، وهنا أيها السادة والسيدات في كل مكان أتت صافرة نهاية الشوط الأول الذي أخذ الملعب طول بعرض واحد، تيسير لاعب الظهير اليسار اللاعب منصور حربي، منصور خسر موسورو، خوسيه موسورو اللاعب البالغ من عمر 30 سنة، مصطفى بصاص يصوبها، ممتاز ممتازة للغاية، ممتازة للغاية، ولكن غادرت للخارج. الأمير خالد بن عبد الله الرئيس الشرفي الأهلاوي يتابع المباراة ويحضر الليلة من أجل اطمئنان على فريقه الذي يخوض الموسم المقبل طبعا المباريات المحلية هنا في كافة المنافسات. رئيس النادي الأردني وهنا الآن طبعا حضور إداري وجماهيري وشرفي كبير. أتلتيكو مدريد خسر مهاجما بقيمة فالكاو وعوضه باللاعب ديفيد فيا، وكرة خطيرة الآن فيصلاوية، محاولة لمسة، محاولة عدة لكن يسجل الآن ممكن، لكن الكرة تغادر إلى خارج الملعب الآن، ركلة المرمى تحضر. وعندنا أيضا ثلاثة لاعبين للفريق الفيصلاوي على اعتبار أن اللاعب حسين زياد أصيب في زمن الشوط الأول، والآن كرة خطيرة 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 ممتازة، تمريرة صالح يحاول تصويبه، الله منصور الحربي ضرب كرة قوية جدا في شباك النادي الفيصلاوي. شوف صالح تعرض للضرب من الخلف لكن تصويبه كانت، فيما شقيقه الآخر عمل كأخصائيا هنالك في أكاديمية سباير القطرية.
خروج للاعب رقم 19 عبد الله العطار ودخول للاعب رقم 9 في صفوف النادي. وهنا كره خطيره، جول 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 جول، الله! هنا كره اضاع صالح الشيري، كره كانت خطيره للغايه في على مرمى النادي الفيصلاوي. شوف اللقطه الماضيه التي لعبها للخارج اللاعب طبعا صالح الشهري. يقال بان قيمه هذه كره عند المدافع عدنان شريف، عدنان شريف للشطراوي، الشطراوي خلصها من جديد، تعود الى اللاعب رقم 9 في الفريق. هذه محاولة تمريرة خطير الآن، لكن باسم العطلة سوف يجد منافسة كبيرة. منصور الحربي، كرة تتخلص من الخوالدة، الخوالدة بشكل سيء جدا، محاولة ممتازة لرودريجو البرازيلي، رودريجو، لكن هذه كرة، محاولة ممتازة الآن إلى السوادي، سلطان، سلطان يلعبها للشيري، الشيري يحاول، حاول أن يزاحم، حاول أن يزاحم. هذه الكرة الآن تأتي لمسة يد على صالح الشيري، حكم اللقاء يقول ما في شيء، تقدم الآن لصالح الشيري، صالح يحاول، صالح عمر، ممتازة لعلي الزبيدي، الزبيدي يحاول، يعرضها ممتازة بالراس، جول، الله على اللمسة الماضية. هنا الزبيدي الذي عرض اللعبة الماضية ولعب الكرة وحاول فيها سلطان السوادي. تبقى لدينا 5 دقائق، بطريقة ممتازة حاول أن يخلصها وأن يلعبها بطريقة الونتو لكن لم ينجح. سقوط لصالح الشيري وحكم اللقاء. إذن الآن سيداتي وسادتي يطلق صافرة النهاية معلنا عن انتهاء المباراة الودية التي جمعت ما بين فريق الأهلي وفريق الفيصلي. هدف وحيد سجله اللاعب فيكتور سيموس في زمن الشوط الأول. كان معكم من كبير التعليق المعلق عبد الرحمن عدنان عابد، إلى أن نلتقي في منافسات قادمة، تقبلوا تحياتي، أترك